الباب الواحد والأربعون ومئة. باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه.